الخير فنانة ملتزمة ومناضلة مثقفة عرفتها ساحات النضال الطلابي والنقابي وصدح صوتها لاجل الحرية والعدالة الاجتماعية ابنة الجنوب التونسي هي وربيبه اسرة تشاركها القيم والمبادئ نفسها ساهمت مع رفاقها من الشعراء والموسيقيين في تقديم تجربة غنائية بعيدة من مفاهيم السوق والاستهلاك انطلاقا من قناعتها بضروره انخراط المثقف في الدفاع عن قضايا الناس المضطهدين والمهمشين والانحياز للمظلومين ضد الظالمين واعلاء قيمه الانسان على كل ما عداها بيت القصيد بيت المبدعين العرب يرحب بالفنانه والمناضله التونسيه السيده امال الحمروني اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا بك اول مره ببيروت بي اول مره سعيده كيف جدا كيف كان يعني. هاللقاء مع كان بيروت؟ كان لقاء جميل في حجم محبتنا للبنان في في حجم محبتي شخصيه للبنان. لبنان فيروز، لبنان مارسيل خليفه، لبنان المقاومه اللي عشتوه الكل في السنوات الصعبه، عشناه ايضا نحن في وجداننا بكل وجدت تماهي او تطابق بين صوره المخيله والواقع ولا تناقض؟ هو في الواقع اليوم الاول كان زيارتي لبيروت المدينه نعم فيه نوع من لن اقول خيبه امل ولكنها ككل العواصم نعم لكني في اليوم الثاني آآ آآ رحت للجبل نعم. وصوره لبنان جسدت حقيقه ذاك دا... اللبناني اللي في اللي في ذهننا واللي نشتم رائحته من كل شيء جينا. واللي في شجر وفي فيه شجر ما تبقى و... من اخضر لدينا ما لا وفي كثير من الاخضر م. بالعكس لبنان باقي اخضر وجميل و... و... وايضا جميل ب بي... بكم بي... لانه تسلم. لانه كلامكم جميل واستقبالكم لطيف وانتم شعب شعب نورتي بيروت شكراً نورتي شكراً. آه الميادين نورتي استوديو بيت القصيد شكرا آه آه قبل ما نطرح يعني الاسئله حول تجربتي خلينا نشوفك بعلامه فارقه <applause> هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر هلا هلا يا مطر أغسلي وراق الشجر تونس طيبة <applause> رغم كل اللي صاير فيها تونس مستقبلها جميل وأنا متفائلة دائما أنا في غربة لكني مانيش في حالة اغتراب في غربة لأنه ظروف شاءت أني نخرج من البلد لأسباب مهنية ولأسباب أيضا نفسية إلى حد ما كنت في حاجة للمسافة اللي باش تفصلني على تونس تعرفي انت الصوره تكون دائما اوضح وانقى في البعد ولكن تونس في القلب ضميني بالليل غطي بالحافك رفيقي الفن مش مهنتي الفن هوايتي بالرغم اللي انا توا عندي 35 عام ولا اكثر شويه وانا اكيد اقول من حسن حظي انها مش مهنتي وقت اللي تمتهني الفن يبدو لي تنقص حريتك كثيرا حريتك الفكرية حرية اختياراتك الفن اللي اندفع لي واللي حاولت ننخرط فيه هو فن مخالف للسائد فن منحاز منحاز القضايا الناس منحاز القضايا المهمشين منحاز القضايا الكادحين أنا صوت من لا صوت لهم فنحن مع أنه هذا الشعب يوصل صوته يكون عنده تعبيرة على وجدانه في فن يشبهه أنا جزء من الفنانين اللي يشبهوا شعبهم الحرية الإنسان عندما يفتقد الحرية يفتقد الإنسانيته الحرية هي شرط من شروط الحياة هل نحن أحرار من نحن من نحن هذا هو السؤال نحن شعوب تواقة للحرية نحن شعوب محتاجين للحرية وعارفين معناها الحرية لكن طريقها مزروع آه بالتعب وال... آه والجهد ومرات الامل، مرات الاحساس بالهزيمه مزروع مرات بالدم، بالاختيالات السياسيه، نحن شعوب سناتي بالحريه مهما كان الثمن. ما الذي بقي من احلامي؟ احلام الصبا آه في اشياء تحقت في اشياء ما تحققتش الاحلام كيما الحياه متحركه حيه وانا نتشبث دائما باحلام اللحظه لانها وليده الاحلام الماضيه بأنها ايضا ام احلامي القادمه اعتقد ان الحياه بالنسبه للانسان هو مرور مرور يجب أن يكون له فائدة لا يجب أن نمر في حياتنا هكذا الناس اللي خلدوا بمستويات مختلفة هم الناس اللي جعلوا من حياتهم جزء من حياة الناس يجب أن يكون الإنسان واعي بأن عندما يعطي لحياته معنى يعطي لإنسانيته معنى أيضا الحياة ستأخذنا حتما إلى مكان واحد سؤالك وجودي صعب نجيب عليه في في دقائق لكن إلى أين أن تجب أن تأخذنا الحياة هو سؤال عندنا فقط جوابه قد نمر في الحياة بشكل سطحي نمر مرور لا فائدة منه وقد نمر مرور قد يكون قصير أيضا ولكنه يعطي إضافة لمعنى الحياة يجب أن نكتشف ذواتنا عن طريق الحياة وإلا نكون كائنات لا علاقة لها بالإنسان قلتي من حسن الحظ إنه الفن مش مهنتك ليش؟ وهل نادمة على اختيار طريق الفن؟ هو في الحقيقة نوعية الأغنية اللي انخرطت فيها عن وعي وعن الأغنية الملتزمة الأغنية الملتزمة هي حتى كلمة ملتزمة شوية ناقصة لأنها ما. ملتزمة بقضايا الجماهير رح نقول إنه حتى الأغنية الأخرى أغنية البلاط أيضاً ملتزمة بالدفاع على ما. ما... لا على... نحن لما نقول ملتزمة يعني أي. بمعنى الأغنية البديلة تارش. ملتزمة بقضايا الناس أي. مثل ما تفضلت لأنه أستاذ زاهي جاءت فترة التسمية بيدها طرحت إشكال ونقاش وجدل كبير ما. حتى تقرب التسمية من كل تجربتنا فقلت بالنسبة للإنخراطي في الأغنية هذه هو واضح اللي هي اغنيه ما تنجمش تكون اغنيه موجوده في سوق لا, لا يمكن ان تشترى وتباع لا يمكن ان تكون مهنه مربحه بل هي كان نشاط من وراه يعني الا الملاحقه والمطارده والقلق بالعكس يعني اغنيتنا أه أه توجدنا دائما في وضعيه يلزمنا نمتهنه يكون عندنا مدخول جانبي آخر. موازي حتى تعيش اغنيتنا نعم طيب لأك... شو اللي شو اللي جابك؟ شو اللي قادك الى الغناء والى إلى الغناء آه. البديل او الغناء اللي له طابع سياسي ونضالي؟ حلو سؤالك، ايش ايش جابك لهلا؟ لهال... اه هو في الحقيقه آه... آه... كما كل الناس اللي يحبوا مغرومين بالغناء، كنت نمارس الغناء، حب سماع الراديو عندي مطربين مفضلين الوالد كان سميع يعني ممارستي للموسيقى في البدايه كانت كمستمعه شغوفه في المعهد انخرطت في معهد الموسيقى لاني اكتشفت اني نحب الغناء نحب نسمع ايضا ففي المرحله الاولى كلها الى حدود فتره مين اثر فيك يعني في اصوات معينه او تجارب موسيقيه وغنائيه تركت بصمي عندك؟ في البدايات اي معناها في البدايات نعم لانه الشيء الملفت شويه هو اني في عمر مبكر كنت نسمع ام كلثوم برشا يعني كان ذوقي عتيق شويه لا. قديم شويه بعدين في مع سنوات الشباب الاولى كان سماع الشيخ امام تحديدا انا اعتبره كان نقطه فارقه في حياتي لا. كيف تعرفتي على اغنيه الشيخ امام؟ أغنية الشيخ إمام كانت تجينا نتذكر أول أغاني نعم سمعتها عن طريق شريط كاسيت نعم. آه مثل ما كلنا كلنا كشفنا كم الكل جابوا جابوا جارنا طالب وقتها خذ البكالوريا ومشى للكلية وفي أول رجوع ليه في العطلة جابنا ذلك الاكتشاف العظيم وأعتقد أني من لحظة اللي سمعت أغاني الشيخ إمام لأنه كانت مش واضحة وكنا مجبرين باش ناخذوا النص ونتبعه يعني جيب كتب احمد فؤاد نجم وزين العابدين فؤاد لكي نفهم بضبط. الكلمات تماما لانه البعض منها سجل داخل السجن بضبط. يعني بضبط. ويهرب الى الى الخارج. طيب ممكن رددتي يعني حضرتك كثيرا أغنيات الشيخ امام آه. شو احب اغنياته اليك؟ انا باش نحب باش نغني لك اغنيه عزيزه على قلبي يا ريت يا حبيبنا يعني اغنيه ايضا في كل لحظه فراق وكل لحظه فقدان الأغنية هذه كتجي على خاطري هي في البداية يعني الناس كيف يرحلوا ويخلونا في الحقيقة يرحلونا جسدا ولكن بقائهم يبقى ثابت يعني في القلب والوجدان تفضل شكرا يا حبايبنا فين <applause> وحشتونا ليه فاكرينا ولا نسيتونا يا حبايبنا فين وحشتونا لسه فاكرنه ولا نسيتونا احنا في الغربه من الهوا دوبنا وانتوا في الغربه جوا في قلوبنا اوعوا تفتكروا إننا تبنا، اوعوا تفتكروا إننا تبنا مهما ولا بعدونا مهما فارقونا ولا بعدونا يا حبايبنا. ألف شكر تحية لذكرى الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم وكل الرعيل اللي أسس لهذا النمط من الغناء الملتزم والبديل بدأت مع مجموعة البحث الموسيقي بإدارة الفنان نبراس شمام شو شو كان هدف هذه المجموعة البحث الموسيقي عن عن ماذا ولماذا باختصار يعني بسرعة يعني هي نعم. كانت بكل بساطة هي كانت مجموعة من الرفاق والأصدقاء جمعهم أولا حب الموسيقى والغناء و... وثانيا اكتشفوا بعدين الشيخ امام والتجارب المماثله ولكن الشيخ <applause> إمام هو الحقيقه اللي كان بالنسبه لنا يمثل المدرسه والمرجع عند اكتشافنا لتجربه الشيخ امام حسينا اللي كشباب اولا تلك التعبيرة الموسيقيه تمثلنا تعبر علينا يعني ثم تماهي كبير من المواضيع اللي كان يغناها <applause> الشيخ واللي نجمه نجم شيء هذا يبدو لي موجود في البلاد العربيه الكل لكن فهمنا أيضاً بذلك الحدث اللي اللي الأول لأنه يعني الوعي كان متطور حتى على مستوى مع مقارنة بعمرنا فهمنا اللي آه الأغنية اللي تكون قريبة للناس ونابعة من الناس لا فقط تحكي عليهم بعلاقه بمعاناتهم واحلامهم ومواضيعهم تشبههم ايضا وتشبه ذواتهم على مستوى التعبير الموسيقية لا. يعني كيف نسمع شيخي ما في الجدع جدع ولا الخط ده خطي ولا انت تشم ريحه مصر وت... وتحس بطعم مصر ففهمنا اللي كل اغنيه وخاصه تلك التي تريد ان تكون هي تعبيره للناس لازم تكون تشبههم وتمثلهم حتى في شكلها الموسيقي قد نعم. استمرت فرقه مجموعه البحث الموسيقي حوالي 20 سنه تقريبا تقريبا 15 خم... سنه باستمرار ب... ب... يعني نعم. ب... وغنيتوا في الجامعات وفي الحركات المطلبيه هاي. والنقابات والى اخره ليش ما استمرت يعني هل بسبب التضييق والمطاردة واعتقال وسجن هم. عدد من افراد المجموعه من قبل نظام بن علي ام لاسباب يعني خلافات داخل المجموعه هاي. نفسها هو الواقع كنا بالرغم من كل الصعوبات التي كنا نلتقيها يعني والتعتيم والتضييق جمهورنا نعم. الاول كان هو الجمهور الطالبي وجمهور المنظمات الحقوقيه والاتحاد ولكن بعدين خرجنا سريعا بعد ما اتممنا دراستنا الجامعيه خرجنا سريعا للجمهور العظيم الـ 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 الكبير يعني نعم. الجمهور الواسع خارج الجامعات خارج وخارج الجامعة وكانت النقابي وكان هذاك حطنا امام ايضا رهان كبير كيفاش نطوروا اغنيتنا ونطوروا لغتنا الموسيقيه وحضورنا ولكن احقاقا للحق بالرغم من كل التعتيم عدم ظهورنا في التلفزه في, في وسائل الاعلام الرسميه كان عندنا قنواتنا الموازيه نعم اللي كان خلقينها المناضلين لكن <applause> شو هي القنوات الموازية يعني؟ التي ما كنت... كان في سوشيال ميديا ولا لا كان في يعني قنواتنا الموازية هي كل الفضاءات التي كانت تستوعب المناضلين نعم. لمقاومة أي شكل من أشكال التعسف اللي كان يقوم به النظام، يعني كنا نتواجدوا في الجامعة لكن بعدين فما الرابطة لخورنسان فما اتحاد طلبة فما اتحاد شغل نعم. راهم منظمات معناها عندها عندها وزنها وكنا نخلق الفرص خلقا يعني ما كانش مأ اشكال ولكن آم 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 المشكل انه بالرغم من هذا كل ما كانش نظام كان ينجم يسكتنا يعني كنا نعم. متواجدين ومحاصرين ولكن لم يستطع اسكاتنا لم أوه. يستطع اسكاتنا اللي اسكتنا في الحقيقه هو آآ آآ تجربه السجن لبعض افراد مجموعتنا احنا نعم. كما قلت مجموعه هاويه يعني نعملوا في ميادين اختصاصنا ولكن ننشطوا اواخر الاسبوع ومرات وسط الاسبوع عمليا السجن نتاع زوز عناصر المجموعه نجر عليه ايضا سجن العديد من عناصر القريبه من العائله من الاصدقاء عمليا كان صعب باش في الظروف هذيك وفي ظروف الازمه هذيك نطلع على الركح ولو احنا فعلناها مره ولا اثنين لا. يعني انا ولكن... دائما بقول الركح هو المسرح يعني بضبط. خشبه المسرح بضبط. ولا بالتونسي هو الركح طيب. قبل ما توقف مع موجز اخباري ممكن هيك تعطينا فكره عن الغناء التونسي اللي كنت تغنيه أه. يعني القصائد او الكلام اللي له علاقه بالواقع وبالحياه التونسيه أوكي. هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلم مثل الورد يكبر حلمي مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر الهلال يصبح قمر طلي من فوق الجبل دقي على أبواب الأمل طلي من فوق الجبل دقي على أبواب الأمل في خيمة النصر اللي هل في خيمة النصر اللي هل الخضرة تظفر في الشعر الخضرة تظفر في الشعر هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلم مثل الورد يكبر حلمي مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر الهلال يصبح قمر شكرا شكرا عايش مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الفنانة والمناضلة التونسية السيدة أمال الحمروني سيدتي يعني انحيازك والتزامك بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية ومناصرة المظلومين وارتباطك بالقضية الفلسطينية مناصرتك للمقاومة كل هذا يعني ما الذي أيضا يعني وضعك في هذه الخانة في هذه الخيارات آه آه موسيقيا آه نعم. الظروف اللي حكيت لك عليها نعم لكن المناخ لا انا بحكي انسانيا يعني وسياسيا المناخ الاجتماعي وفكريا طيب هو المناخ الاول العائلي لا. الاجتماعي الموسع انا عائلتي فيها الوالد كان نقابي عمي كان مناضل ايضا يساري وسجن في 69 نعم. فنشأنا جنوبيه من جابس. وجابس كانت قلعه للنضال النقابي لا. وبعدين اصبحت قلعه ايضا للنشاط الثقافي المختلف يعني نوادي السينما نوادي حركة السينمايين الهواة مجموعتنا فما مجموعة مسرحية كانت وجدت في أنا لبسنا. طلع في العرق الجنوبي عرفت آه كيفك أنت أنت شدك الحنين يعني الجنوب فهذاك المناخ اللي كان موجود وإضافة أنه جابس كانت كانت تجمع عمالي كبير نعم طيب مشروعكم الموسيقي والغنائي والفني والثقافي، هل هو حصرا يعني مرتبط بقضايا تونس الداخليه ولا يعني لا يتطلع الى قضايا العرب عموما، آه بعرف أديش قضيه فلسطين بتمثل لحضرتك بعرف ان غنيتي للشهيده آه سناء محايدة آه يعني علاقتك بهذه القضايا نعم، احنا كنا واعيين تماما انه قضيه تونس كجزء من الوطن العربي هي كما الاصبع اللي يكون مريض ويعني كامل اليد مريضه فاحنا عالمنا العربي كان مريض لا. على بكره ابيه يعني فاللي كان موجود في لانه ايضا القضيه الفلسطينيه هي قضيه فارقه في اللـ في, اللـ في التاريخ الانساني المعاصر يعني هل هناك هل هناك شعب مشرد اطرد من بلده ليحتل مكانه معناها ناس اخرين يعني عمليه الـ الـ الاحتلال اللي توجدت في, في مع معناها مع القضيه الفلسطينيه هي هو احتلال معناها لم يوجد في التاريخ ولن يوجد يعني احنا شعوبنا عاشت وبلدنا عاشت الاحتلال لكن الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني راهو احتلال من نوع خاص يعني هو نعم. من ابشع انواع الاحتلالات من ابشع لا. الانواع وهو ولا. وليد ايضا نظام عالمي نعم. اراد للاشياء ان تكون كذلك اذا القضيه الفلسطينيه وباش نقول حاجه ثانيه كنا تبنينا القضيه الفلسطينيه ما يعنيش فقط القضيه كقضيه نعم. كنا نتماهى يعني مشاكلنا كنا نعبر عليها ايضا عن طريق تعبيرنا عن القضيه الفلسطينيه نعم. تعرف اللي النظام السابق كان ما نجمش يمنع المسيرات اللي تخرج مسانده للقضيه الفلسطينيه لا يقدر ما ينجمش يعني ما يستطيع كانت ترفع بها شعارات ذات صبغه وطني يعني محليه اللي صار في الحرب الاهليه اللي صارت في لبنان يعني ذبحنا ذبحا يعني بها لانه عشناها بكل بكل جوارحنا ما الذي ف... يعني يفعله الفن في هذه الحاله؟ ما الدور يعني ما هو دور الفنان والفنان المثقف بالضبط شوف الفنان المثقف هو دوره تحديدا هو مخاطبه الوعي مخاطبه العقل لانه فما انواع من المثقفين في النهايه فما المثقف مثقف اللي دافع على النظام ويبيض نعم ويشرع, ويشرع له وجوده ويشرع ويبرر له ويبرر نعم جرائمه وهذاك ابشع انماط المثقفين لانه يعني ما تعرف اللي ما تقدرش عليه السلطه عن طريق وسائلها التقليديه تستعمل القوة الناعمة والجيش ومؤسسات آه الثقافة هي اللي آه آه طيب في المقابل بالضبط تاخذ المسألة والولوج إلى عقل ووجدان الناس عن طريق الأغنية وعن طريق المسرح نعم. والسينما في المقابل في المقابل عندنا صنف آه ثاني أنا شخصيا أعتبر أنه عنده مسؤولية نعم. هو صنف المثقف الواعي تماما بقضايا شعبه ولكن الساكت نعم. آه المستقيل أنا أعتبر ذلك المثقف أيضا جزء يتحمل جزء كبير من المسؤولية. الصنف الثالث هو ذلك المثقف العضوي لا بالمعنى الحزبي، العضوي بمعنى ارتباط العضوي بشعبه بمجتمعه هو جزء لا يتجزأ. غرامشي يعني على طريقة غرامشي. اه جرامشي آه آه يليق بجدا، يعني أنا جرامشي أعتقد أنه نظرته ولو أنه آه بين آه ما كتب جرامشي إلى حدود اليوم مرت م. على هذا خمسين سنة ولكن لا يزال, لا يزال صالح لليوم لا يزال صالح لأنه المثقف الذي لا يترجم وأنا هنا أتوقف عند كلمة الترجمة أنا أعتقد أن الفن دوره هو القراءة من نوع ثاني وثالث وقراءة جمالية يعني الترجمة لست أدافع على الترجمة الحرفية الفجة لما يقع في المجتمع الفن دوره انه يترجم على ذلك الواقع بوسائله الفنيه والجماليه وايضا يستشرف ما قد يكون يأتي. بال... ما قد ما قد, ما, يحصل. ما قد يحصل وذلك دور المثقف وتعرف اللي تاثير الفنان على وجدان الع... الناس تاثير كبير ولذلك السبب تفطت, تفطت... معنى تفطنت السلطه تفطت الانظمه المستبده كلها انه هالشيء هذا خطير على لا. على وجودها فاتاحت الفرصه والقنوات والوسائل الماديه ليكون لي مثقفها في المقدمه و المثقف فعل المناضل فعل يعني مطموع ومكبوت آه. وحتى وسائل الاعلام اذا بتلاحظي يعني لا تسلط الضوء بالطبع. الا على نوع بالطبع. من الفن آه، ترفيه بسيط معين بي وتتجاهل كل بالطبع. فن آه، ملتزم بالطبع. غنيتي للشهيد أغنية آه يعني لفنان آخر هي للازهر آه، آه، الضاوي, آه، لزهر الضاوي. آه، وأيضاً غنيتي مثل ما قلنا للشهيد سناء محيد آه، هل نسمع آه، شيء آه، آه. يعني نأخذ فكرة عن هذا النوع؟ آه، نغني شوية آه من أغنية الندى نعم. هي كلمات شعر أدم فتحي وألحان خالد الحمروني آه، أبو شادي أخي آه. اخيك قبل ما نسمع رايه ما نسمع رايه بتجربتك حاضر. ولكن تفضل حاضر. حاضر. لو الندى دمع سكيبه تكوني انت نبض القلوب لو الندى دمع سكيبه تكوني انت نبض القلوب يا امي يا اختي يا حبيبه يا رفيقة العمر والدروب خضراء أم عيوني جمر والشامة عربية خضراء أم عيوني جمر الشام عربية الساج حافية على الإبر الساج حافية على الإبر وتغني للحرية مليون خضرة اليوم تعيش تحت السياط ما تنحنيش مليون خضرة اليوم تعيش تحت السياط ما تنحنيش احنا سندها ايدنا في ايدها احنا سندها ادنا في <applause> ايدها نرجع الارض سليبه لو الندى لو الندى لو الندى لو الندى دمعه سكيبة الف الف شكر خلينا نسمع شقيقك الاستاذ خالد الحمروني ماذا يقول عن تجربتك ومنقول شهد شاهد من اهلك <applause> صوتك محتوم بالحنين والأنين بذهب الشمس رمال الجنوب وسنغضر الشموخ خطاك منقوشة كوجهك الجميل رسما في المهجة قبلة لا تنتهي الى نهاية الطريق أتذكر بداياتي بدايات طفله صغيره مرحه تجيد الغناء وتجيد الرقص وتدخل البهجه في كل مكان تكون فيه ذلك المرح الطفولي والصوت الشجي انتقل في مرحله متقدمه لدى انضمامه الى مجموعه البحر الموسيقي بجابس الى صوت يحمل الشجن الموسيقى العربيه ذلك الصوت وذلك ذلك الشجن الذي كان قادر على التلوينات المختلفه في التعبير الموسيقيه في المقامات الموسيقيه العربيه بمختلفها من السيكا مقام السيكا الفرح الى مقام الصباء الحزين وذلك الاحساس كانت لها قدره الى ابلاغه للناس بسرعه احساس الفرح احساس الحماسه احساس الحزن هذا الصوت للأسف الشديد وهذا لأول مرة أقولها لم يتعامل مع التلوينات المتعددة من الملحنين أما الحمروني تقريبا في مسيرتها الفنية تعاملت مع ملحنين اثنين الملحن الرئيسي في البحث الموسيقي في البترة الأولى نبراس شمال وفي المرحلة الثانية في مجموعة عيون الكلام وخميس البحر فاعتقادي هنالك بعض الظلم لصوتها لان لو كانت هنالك تنويعات فكانت يمكن ان تكون نستمع الى اشياء اخرى يختزل صوتها الجميل او صوته الشجي اذا كانت هنالك تلوينات داخل البحث الموسيقي ولكن لم تكن التجربه متعدده من خلال الملحنين هذا في اعتقادي النقطه الكبيره التي تبقى في ذهني من مسيرتها الطويله التي شارفت اليوم الاربعين سنه هل تعتقدين انك تركت اثرا وارثا للاجيال القادمه يمكن ان تبنى عليه عمليه التراكم الابداعي في الاغنيه العربيه البديله ليش عم تسمعي بهالتاثر؟ اولاً خالد هو شخص عنده مكانه خاصه في حياتي وفي نفسي. هو يكبرني بسنتين ونص. اعتقد انه خالد تعلمت على عن طريقه اشياء كثيره. يعني انفتاحي انفتاح المراهقه على العالم الخارجي. نعم. على اول كتاب جميل مهم قراته. على اول اغنيه شاركتو فيها يعني بالغناء اول خرجه خرجتها كمراهقه مع اخ اكبر خالد يمثل الكثير بالنسبه لي في في كلمتين اعتقد انه خالد هو نقطه ضعفي وهو نقطه قوتي يعني مكانته تتجاوز مكانته كاخ هناك صداقه حميمه هناك اشياء كثيره بيننا وما نعرفش علاش كيني في بعض مرات نحس كاني امه يعني نخاف عليك كيما نخاف على طفل الله يخليكم لبعض من حيي يعني هل توافقين على ما قالوا؟ ظلمتي فنيا تعاونتي فقط مع يعني ملحنين هو هو تحليل خالد توا مع المسافه صحيح جدا وانا نعم. نوافقه لكن المسيره ما كانتش مسيره فرد ولا نعم. مسيره شخص انا كنت جزء من 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 مجموعه وتعرف اللي المجموعات فيها ثراء عميق ولكنها هشه في نفس الوقت لانه الفرد ينجم يحقق جذاته في في داخل المجموعه ولكن هذا كان خياري يعني انا من الناس اللي ما كنتش نجم في بداياتي نكون نعمل خارج نطاق اصدقائي ورفاقي يعني وجودهم على الركح بجنبي احساسي بهم مشاركتي لنفس الهم حمل نفس الاراء الجدل أه أه اللي نقوم به تحضيرنا الاغاني انا لست بفنانه أه أه فردانية ابدا جزء ف... جزء من جماعه انا جزء هل من جماعة. تركتي سالك هل تركتي ارثا يعني آه. آه تبني عليه الاجيال القادمه آه ارث ابداعي تبني عليه تراكم آه يعني في الغناء البديل أي. آه شوف استاذ زاهي السؤال هذا يا طالما عذبني نعم. عذبني على مدى 25 سنه لسبب بسيط ان الانتاج نتاعنا كان غزير، قيمه اغنيتنا كانت ثابته ايماننا باللي عملناه والتضحيات اللي قمنا بها من اجل الاغنيه كان اشياء موجوده لكن ال... الاشكال ذلك التناقض الصارخ بين قيمه اغنيتنا وعدم وجودها في الوجدان نعم. العام يعني كانت موجوده عدم انتشار عدم, عدم وصولك كما يجب واعتقد انه مسؤوليتنا وقتها والتوى لليوم كانت في ان نسجل الاثار نتاعنا تعرف محزن نعم. جدا انه الانسان يمر بعد أربعين عام ما يخليش تسجيل ذات قيمه نعم. بش... والدليل عندك 50 اغنيه والد... وعندك البوم واحد وانتم يعني الأصل... وانتم تعبتوا جدا في في تجميع يعني مقتطفات. ماده صحيح. قابله صحيح. للنشر أه... على مستوى السؤال جوابو خالد اعتقد انه انا بكل ثقه اللي الاجيال الجديده كفنانين كمبدعين سيبنون على ما وجدوه، تعرف اكثر حاجه انا اسعدتني في في جانفي 2011 خرجت للشارع بنات وولاد صغار عمرهم 15 و16 سنه وانا كنت بينهم انا قصيره القامه يعني كنت تقريبا هم بين وحده منهم يعني وحده منهم ولكن كنت هكا هزه راسي لاني باش نتنفس لانه حركه نتاع شارع كبيره شارع كان الحبيب برقابه اثناء شارع الحبيب كانوا يرددون الاغاني كلمه كلمه انا انهرت بالبكاء شباب بجنبي ما يعرفش انه حضرتك ال... ما يعرفش هل سؤالي لخالد وهذيك اجابتي وللناس الكل يا هل ترى الفنانين الكل يعيشوا هاللحظه هذيا يعني انا يكفيني انني عشت تلك اللحظه تحديدا مش نقول العمر ما تعداش لا. خساره ابدا نعم رح احكي عن تجربتك بشارع الحبيب بورقابه اثناء الثوره وما بعد الثوره شو عم تعملي الان ولكن ليش ما بترجعوا تسجلوا هذه الاغنيات مادام اليوم عندكم الوعي أي. بضروره ان تكون هذه الاغنيات في متناول أي. يعني شريحه اوسع من آه المهتمين اي استاذ زاهي الاجابه بسيطه آه بعد الثوره آه كانت تعوزنا حاجتين مهمين تعوزنا يعوزنا الوقت لانه انخرطنا كلنا في ذلك الـ 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 السيل الجارف من الـ الـ المقاومه من مواقع مختلفه للدفاع على كيان هذيك البلد ونتيجة من سو... من سوء الحظ ما كانتش في حجم التضحيات ف... في خيبه امل من نتائج الثوره في في خ... هو... هو هي قراءه طبيعيه للتاريخ يعني ال... اللي كان اقوى واللي عنده امكانيات اكثر والمنظم اكثر والمدعوم من الخارج اكثر نعم. هو اللي اللي آ... آ... استغل يعني هبه شعبنا باش يشد السلطه انا بالنسبه لي ب... اخوان المسلمين يعني آه تقصدين آه آه بدون شك. نعم. حزب النهضه بال, بال... أي الإخوان تحديدا لأنه يعني النهضة لا, لا علاقة لهم بالنهضة بمعناها التاريخي والثقافي يعني فإجابة أنا أنا نقول أنا شرفت على السبعة وخمسين سنة يعني العمر كله فوق إن شاء الله إذا كان ما زلت فما شوية أنفاس ذلك <applause> الحيز من الوقت الذي نقصنا بعد الثورة الإمكانيات المادية نقصتنا لأن كنا نعمل وكنا نمول في عروض يعني كانت تكلفنا كانت فيها كل فكنا احنا نخلصها فانا املي الكبير اني نوصل يكون مازال ثم باقي من الانفاس حتى على الاقل نسجل كل ما ما انتجناه وبعدين الواحد ينجم يكون مرتاح البال ويخلي اشياء تسمع يعني للجيل اللي يعني حركه الحياه. نتمنى انه هالمشروع يحصل يبصر النور، بعد الاستراحه نتكلم قليلا عن المجموعه الثانيه اللي شاركتي فيها اللي هي عيون الكلام مع خميس البحري مع حفظ الالقاب ونتكلم عن الغناء اثناء الثوره بشارع الحبيب والبابا وقضايا اخرى ولكن بعد استراحه سادسه. مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الفنانة والمناضلة التونسية السيدة أمال الحمروني حضرتك صار فترة غائبة عن تونس موجودة خارج البلاد بعملك يعني هلا بنحكي عن العمل ولكن بال 2004 بعتقد أسستي يعني بعد ما انفرط عقد المجموعة الأولى, الأولى. اللي كان اسمها البحث الموسيقي آه شاركت بفرقه جديده اسمها عيون الكلام مع الفنان خميس البحري وما زالت مستمره اليوم مستمرة. آه شو عيون الكلام آه شو هدفها شو غايتها الابداعيه والثقافيه هو تقريبا آه معناها فكره عيون الكلام كانت لانه آه حسينا بنوع من يعني انفراد عقد البحث الموسيقي خلى نوع من المراره لانه في الوقت هذاك احنا ابتدينا نشتغلوا على نصوص وكانت نعم. عندنا مشاريع اغاني وبالنسبه لينا مشروعنا متواصل يعني حتى حد ما توقع باش المجموعه نعم. بعدك العشره الكبيره باش تتوقف فبحكم اقترابي نسبيا مع صديقي خميس البحري اتفقنا على انه ما يلزمش تلك العوده نعم. اللي جمعت حولها الناس واللي تعرفي 2004 كان واقع القمع كبير نعم. فالعوده خلت الناس والجمهور وحتى الجمهور العريض يترقب منها الكثير ما كناش نحبوا نتسبوا في خيبه امل للناس وحتى لنفسنا لان انخرطنا في كل في كل الحماسه ذاك نتاع العوده بعدين جت فكره عيون الكلام لانه ببساطه التسميه تحيلنا الاغنيه شيخ إمام نعم. ولانه زاد اعتبرناها هي مراكمه ومواصلة لتجربتنا السابقه يعني الفرق الوحيد يمكن انه انتدبنا بعض موسيقيين محترفين لان كنا حاسين ايضا اللي يمكن نقطه الضعف في التجارب الموسيقيه للاغاني الملتزمه هو ذلك الـ 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 القاعده الموسيقيه اللي تخدم عليها القطعه الموسيقيه بقطع النظر على على الكلمه فحاولنا نشتغل اغانينا بشكل الشيخ امام يعني داخل السجون سنه جمعه بالسجن جمعه خارج صح. السجن صح. تهريب الاشرطه وتسجيلها بطريقه رديئه جدا أي. ومع ذلك حفرت تلك التجربه صح. هل كانت العوده يعني من خلال عيون الكلام عودتك آه يعني تلك النتيجه الماموله هل كان لها ذاك الصدى المتوقع آه آه وليش غادرتي تونس إلى العمل في بلغراد آه بسفارة سؤال يطرح بلادك هو بالنسبة لل... بالنسبه للتجربه الثانيه اعتقد انه في اذان الناس في كل الحالات امال وخميس هم جزء من البحث الموسيقي، نعم. يعني الناس من حسن حظنا وهذاك هو المأمول، الناس ما كانتش تفرق، يعني الجمهور العريض نعم. اللي ما كانش قريب، يفرق لا يفرق بين هذه المجموعة يعتبر المجموعة. ان هي اغنيه واحده وانه الاصوات واحده وانه المعنى والرساله واحده. آه حاولنا نراكموا بالامكانيات المتاحه ولكن حقا الثوره خلت جهودنا تمشي في اتجاه العرض اليومي، كنا نعرضوا باش نسندوا باش نحشدوا الشارع باش نكونوا مساندين لبعض قضايا فحقا كان على حساب المشروع الفني، ولكن كنا متواجدين على وزن الارض، لكن وجودنا كان حيوي حياتي. بالنسبه لمغادرتي ل... انا قلتي انه مغادره لاسباب مهنيه والاسباب مهنية. يعني راحه نفسيه او بعد هو هو اذا كان الاسباب مهنيه لانه كانت ايضا قد صار لك خارج تونس؟ سنه ونص تقريبا سنة, سنه ونص تشتغلي بسفاره تونس مس في بلغراد؟ مسؤوله ماليه أو مسؤوله مسؤوله على الماليه نعم. هذاك اختصاصي بعيده عن ال... بعيد عن الفن كليا الحساب. نعم. يعني الحسابات وال... في الحقيقه هو فما نوع من الارهاق زاد صار لي بعد الثوره واعتقد انه نتيجة خيبة الامل ارهاق معنا. ايضا ارهاق واحباط واكتئاب يعني الشعب التونسي يعتقد انه حالته العامه اذا كان نمثلوه هو جسد مريض الان يعني نعم. نحكي على الشعب ما نحكيش على الناس اللي في السلطه ولا يفتحكم ولا حقا الحاله كانت متعبه مع الوتيره نتاع العمل والعروض اللي كانت موجوده هذا هذا سبب ثانوي الحقيقه يعني انا عمري ما عمري ما اسقطت من يدي المشعل يعني مريت بظروف ما اصعب وما كانتش مدعات اني نخرج انا بالعكس كان زوجي في فتره في السجن وابني صغير واقترحوا وف... علي بعض يفاق في فرنسا اللجوء السياسي نعم. ورفضت تماما يعني مش هذا الحقيقة أنا قلت على سبيل الدعابة يعني أنا كنت كنت نقول إذا كان ما كنتش مرهقة كنت راني ما نعم. سافرت وأبنك اليوم الله يخليه بفرنسا مش هو هي. ولدي هو ال... هو السبب هو ولدي نعم ولدي متفوق في دراسته وأحلامه في حجم في حجم لذاته يعني نعم. وبالرغم من تفوقه ما كانش قادر انه يحصل على على منحه, منحة للدراسه هو طموحه ان يكمل يعني الدكتوراه فجات الفرصه هذه نتاع المناظره وتقدمت لها وانا كنت صريحه مع نفسي يعني نعم. باتفاق مع زوجي اخترنا اني نهاجر باش نحاول نصاحبه في دراسته لانه هو وحيدنا وكانت ايضا فرصه باش نبعد على تونس يعني انا نحبها المشهد من بعيد يعني شوي انا نحبها إيه؟ ولكن زدت حبيتها اكثر مع, مع البعد مع مع البعد لا. اول شيء اتمنى له التوفيق لابنك شكرا آه اسمه صفواني. صفوان صفوان يعني هذا البعد سنه ونص خارج تونس حتى الان ما بياثر على مشروعك الفني على مشروعك الغنائي هو ياثر تح... بدون شك ياثر وحتى حتى انه مشروعنا الفني بقي يراوح مكانه في الخمس سنوات الاخيره من الاشياء اللي اتعبتني شخصيا فزاد كما كان يحكي خالد انا خبي صديقي ورفيقي نعم. وعشير عمري زاد كنت عندي النيه والرغبه انه نبعد شوي على بعضنا يمكن هو ينجم يلقى ايضا متنفس مع احد اخر يعني مع احد اخر و و و بش بش يلقح تجربتنا انا ايضا كنت في حاجه اني ناخذ شويه مسافه ومشروعنا انا هو جا زارني ومشروعنا انا كي نرجعوا باش نعاودوا ولكن هي استراحه المحارب نعم. إن شاء الله بتعودي يعني بنشاط وبقوة وبعزيمة وبهمة بعد هذه الاستراحة نسمع رأي آخر بتجربتك إذا بتريدي من الأستاذ الفنان والخطاط ياسر إجرادي. امل الحمروني هي من من اول المغنين اللي مسوني بطريقه خاصه جدا بحكم انه اغانيها ماهيش في الاغاني السائده يعني نحكو في وقت بن علي الاغاني اللي نسمعوها ما كانتش اغاني يعني اللي تدعو للتفكير فالاغاني اللي تغنيهم امال كانت من الاغاني اللي تخلي المستمع يفكر نحن في بارك البنايه يهبط <متصفيق> يقول الفنان لديه القدره أه على ان يوقظ ملكه الفعل النائمه في ارواح الاخرين يعني أه لما تسمع فنان بعد مباشرة يعطيك الرغبة في أنك تكتب وأنك تغني وأنك فهو يحملك يطلعك إلى مستوى عالي أمال حمروني كانت من أول أه المغنيات اللي سمعتهم بحكم من نفس المدينه في جابس من اول الناس اللي سمعتهم واعطوني الرغبه في اني نكتب اغاني لا لا من من, من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ديا بعد لما بدينا اصدقاء وتقابلنا في على نفس الركح وغنينا مع بعضنا صرنا اصدقاء وبالمناسبة أمال تسالني أغنية هي طلبت مني أنا نغنوا أغنية مع بعضنا أنا نوعدها لي راني ما زلت ما نسيتش الوعد نتاعي وإن شاء الله قريبا نعملوا مشروع بيناتنا إن شاء الله. على حبك للي ما يعرفوش أمال حمروني بالإضافة إلى أنها فنانة عندها برشا إحساس وعندها برشا صدق هي مرأة حكيمة يعني عندها أفكار وعندها رؤى فسؤالي لهذه المرأة الحكيمة عن هالمعطى الجديد هذا اللي دخل على ميدان الموسيقى اللي هو المنطق نتاع الانترنت ونتاع عدد المشاهدة تلقى عنده أغاني شافوهم أكثر من مليار برشا أكثر من مليار برشا لما تسمع الأغنية وتحاول تحللها ما فيها حتى حاجة خاصة ولا هكا فيها إبداع ف. ان وراه ماكينه كامله هالماكينات هذه اللي ظاهره اللي تطلع في اشياء وتكبر فيهم كل كيفاش اليوم النجم القوم كيفاش اليوم الفن البديل الفن الصادق الملتزم هذايا كيفاش ينجم يقاوم هالماكينه الكبيره هذه نتاع الاموال واللي هي قاعده تاثر تاثير سلبي اكيد على ميدان الفن والموسيقى شكرا للاستاذ ياسر جرادي تفضلي يعني سؤال وجيه تماما ويشير إلى مسألة في غاية الأهمية صح. أنه حتى في هذا الفضاء الذي يبدو حرا للوهلة الأولى فضاء الإنترنت أيضا يعني الفن الملتزم والبديل محاصر بشكل حلاتي. لأنه لا يملك الإمكانيات حلاتي. المالية اللازمة لاختراق هذا العالم صح سؤال وجيه وأعتقد أنه وجود وسائل التواصل الجديدة نا. والتطور التكنولوجي ما غيرش من, من موازين قوى الفضاء غير شكل الفضاء لكن الموازين القوى هي نفسها يعني اللي عنده أكثر وينجم يحط له متابعين له مشاهدات على اليوتيوب فأعتقد أنه مهما كان قدرتنا على إبداع قنواتنا مهما كانت قدرتنا على النفاذ وجود قنوات موازية يبقى واقع الفن البديل واقع الفن عموما هو صورة مصغرة مصغرة من موازين القوى المعولمة يعني هناك شعوب مبدعة شعوب تعيش بشكل يراعي البيئة ناس تحافظ على الطاقة ناس هالناس هذوما ولكن نحاول منضل نحاول, نحاول يعني نحاول طبعا نحاول طبعًا يدينه طبعًا وببيت القصيد طبعًا ان نكون منبرا طبعًا للابداع البديل يعني سواء كان ش... ادبي شعري غنائي موسيقي الى اخره وانت استاذ زاهي بالمعنى هذا انت جزء من هذه المقاومه مقاومه الرداء يعني بنحاول 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 كل على قدر امكاناته يعني يمكن هذا بحملنا مسؤوليه اكثر بمعنى صحيح. انه في ظل هذه الرداء التي تجتاح العالم مسؤولين اكثر ان صح. نقدم هذه الاصوات ان لا نتراجع الغناء في الحفلات الطلابيه في النضال المطلبي النقابي أي. في شارع الحبيب بورقيبه وسط صح. الناس والشباب المتظاهرين كل هذا ماذا منحك ماذا الهمك ماذا يعني لك انا ساجيبك اجابه بسيطه انا لا يمكن لي ان اكون شخصا اخر الا ذلك الشخص ما. يعني اللي عشته في السنوات الاخيره هو نفس هو تسلسل طبيعي ما. لحياتي منذ البدايات يعني انا موقع الطبيعي هو هذاك بين الناس حتى ولو كنت ما نغنيش راني كنت جزء من ذلك الحراك الاجتماعي فهذاك موقعي العادي اش عطاني سؤالك اش انا اعتقد انه كل الشحنه وكل ما يخليني في الصباح بالرغم الاحباط والتعب وبرشا حاجات، كل الشيء اللي يخليني الصباح نصبح بسمه ونصبح نسمع في فيروز ونخرج ناشطه للعمل وللشارع اعتقد انه بفضل هالشيء هذا اريد العوده للشيخ امام لو لو عايز. سمحتي لانه يمكن من اكثر التجارب بالغناء ال يعني الملتزم اللي حافر بذاكره صح اجيال فهيك نرجع نفيق الذاكرة اذا سمحتي انت اختاري اللي بتريدي انا لك اذا الشمس غرقت اللي هي اسم مجموعتنا و... <applause> اذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجه ظلام اذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجه ظلام ومات البصر في العيون والبصائر وغاب الطريق في الخطوط والدواير يا ساير يا داير يا بو المفهوميه مفيش لك دليل غير عيون الكلام <applause> مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الفنانة والمناضلة التونسية السيدة أمال الحمروني لو خيرتي بين صفة من هالصفتين الفنانة أو المناضلة شو لا أنا فنانة الحقيقة لأنه زاد النضال أعتقد أنه أنت شكرا ليك نعم ولكن وقت اللي نقارن روحي بمناضلة كبار نعم. قاسين الكثير فحتى في حقهم هما هما يستاهلوا يعني أنا مجرد فنانة أعتقد أني ساهمت بالقدر الأدنى ولكني لست مناضلة بالمعنى المعروف للنضال. طيب لما من وقت يعني تفتح وعيك م. لليوم مكرسي صوتك لخدمة قيم الحرية والعدالة الاجتماعية م. لأجل العمال ولأجل المقاومين ولأجل المناضلين زوجك سجن وأقربائك سجن ومن عائلتك وإلى آخره يعني شو النضال غير هيك بالنهايه اي ولكن هذا ابنك وتعلمي اي لا صح كي... بتبعني يعني... هذا صحيح ولكن في النهايه ما كانش عندي خيار الا اني نشبه نفسي يعني ما نعم. كانش عندي خيار اخر تلك انا نعم. فقط حكينا انه عندي خيبه امل من نتائج الثوره او م. من الحال مش نتائج الثوره م. ما قالت اليه الامور بعد الثوره بتونس المشهد الابداعي التونسي يعني حال الغناء والموسيقى والشعر والاخري اختلف بعد الثوره وهل اختلاف يعني ايجابي ام سلبي في مرحله ما بعد الثوره مباشره مباشره نعم. الاعلاميين كانوا في حاجه انهم معناه يكونوا موجودين عندهم في برامجهم فنانين كما من عائلتي م... الفنيه يعني الناس نعم. الكل وكانت نوع من وعلى فكره البعض منهم اكتشف بلده عندها نعم يعني اكتشف مثقفين مفكرين لانه كان معتم عليكم بزمن كانوا النظام مسك... يعني مسكين بالاعلام هم بيدم يعني اباطره الاعلام ما كانوش عندهم علم بما يجري في بلدهم او هكذا كانوا يقولون نعم بعد ال... 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 الف... ال... ذلك الحماس الاول لانه يعني كانوا مثل في... فورة صار لكن يعني. كانوا في حاجه لانه الفنانين ايضا التقليديين انكمشوا على انفسهم نعم وكانوا في حاجه باش يكون عندهم يسيروا نبض الشارع ويسيروا نبض المجتمع لانه مجتمعنا كان في حاله فوران فانت تتصور الاعلام كان عنده خيار غير انه وقتها باش يجيب اغاني يعني نتاع هسك بسك ولا شو تسموهم انتم نعم هشك بشك ولا باش يكون معناه في حاله نشاز ف... سلطوا الضوء عليكم سلطوا الضوء ثم 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 كان التراجع بدويا لانه اليوم اللي متصدرين المشهد ما هماش حتى الفنانين اللي عندهم قيمه فنيه اللي اللي وقت اللي تسمعهم حتى وانت وأن تتسائل تقول علاش صوت جميل كيف ما هكا و... ملحن جميل كيف ما هيك ما يحكي كان على العشق والغرام ول... لانه احنا طيب. على فكره الفترة... هذا ليس وقفا على تونس فقط لا فق... على عالمنا العربي عالم العربي انا على الاسف. فكره استاذ زاهي نفتح قوس لهنا انا اعتقد انه حالتنا مرضيه احنا في تعاملنا مع الثقافه ومع الفن. احنا عايشين حاله انفصام كلي، يعني انا الشعراء الكبار اللي كتبوا في الوجد والغرام وعندهم صنعه جميله جدا اعتقد وانا مقتنعه تماما انهم كانوا يكتبوا في السياسي والاجتماعي ولا ينشرون فقط كانوا يمارسوا في, الثق في الرقابه الذاتيه وكان املي انا كنت شويه ساذجه وكنت لا. شويه حالمه لاني نحب لا. برشا فنانين من بلدي لا. وكنت اعتقد انهم اذكياء بدرجه انه بعد الثوره كنت باش لهم اشياء جميله يعني كنت انا ولكن لم يحصل لم يحصل لم يحصل لماذا؟ اعتقد انه الثقافه المغروسه في انه الفنان الفنان المواضيع التي يدور فيها يجب ان تكون مواضيع الحبيب والعشره والغرام او اي ما هذا موجود بكثره يعني ما هذا هو ما نقص هذا هو عندنا نقص العاطفيه عندنا تخمه عندنا تخمه وحتى تطرقهم لما لل... يسمى بالاغاني الوطنيه تكون دائما منمطه بشكل عصافير تزقزق والسماء زرقاء الى اخره فانا انا كان بالنسبه لي لحظة الثورة كنت نترقب منها على مستوى الرمزي نتائج أخرى، كنت عارفة وواعية اللي على مستوى البنى التحتية ما ينجمش يصير في بلاد كيف ما اللي صار لنا وما تكونش فما أزمة اقتصادية واجتماعية، لكن كان أملي أنه ثقافياً ثم أشياء وعقول وإرادات ووعي باش يتحرك، لكن في الحقيقة هذه هذه خيبة أمل كبيرة طيب على فكره. بس بنفس الوقت إذا بتلاحظي يعني رغم اللي حكيناه إنه حتى الإنترنت منه حر كما كما يعني هيك للوهله الاولى بيروج اكثر للناس اللي عندهم شركات ووراهم يعني اسطول من الماركتينج والدعم والمال والى بس ومع ذلك اذا بتلاحظي أغنية الشيخ امام الجيل الجديد بسمعها كثير من الجيل بيقرأ غسان كنفاني بيقرأ صح. محمود درويش صح. بيقرأ يعني فهذا بيعطي شوية أمل يعطي صح؟ الكثير من الأمل لأنه هذا كدليل على أنه بالرغم الـ أنه الشيء هذا غير مستهلك وموشي متناولهم ذلك الشاب معناه لك شبان شنو معناها شاب يمشي يقتفي أثر شاعر ولا يقتفي أثر فنان حتى على مستوى التقني الصوت هو يتعامل اليوم مع مستويات عاليه يعني من الصوت هو وقت اللي يجي باش يسمع فنان من عمره ما يسمحش لنفسه باش يسمع الا فيه ولكن يتحمل ذلك من شيخ امام ويتحمل ذلك من مردقة الصوت من مجموعات كما مجموعتنا هذا يبشر بكل خير لذلك انا اقول وقت اللي اسال على تونس تونس مريضه الان ولكن الاجمل ات أنا أنا إحساسي أنه آت إن آه. شاء الله لكن لكل يأتي... لكل الوطن العربي الأجمل آت آه. يمكن ما هو جاي مش باش يأتي مع جيلنا لأن إحنا آآ آآ هو, هو عفوا سيدة تعرف شو اللي أحيانا بيخلي الواحد يشعر بالإنفصام اللي أشرتي له إنه بلادنا العربية يعني كل هذه الحروب، كل هذه الدماء، كل هذا الخراب، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية بس اللي يطفو على السطح <applause> كاننا عايشين بنعيم <تكلم> كاننا بفردوس يعني اغاني حب وغرام ونحن مش ضد الحب والغرام بالعكس يعني مع مع انه يعم يعني كل عالمنا بس ليش لانه يعتم على كل من يريد ان يضيء على هذه الواقع على هذا على هذا الواقع تعاملتي مع شعراء يعني غنيتي لشعراء كثر من تونس مين ابرز الشعراء واحب واقرب اليك اه هم كلهم نصوصهم آه، متميزة ف... لكل آه شاعر آه، آه، معناه مكانة خاصة نكهة خاصة نكهة خاصة بس من هم الشعراء اللي اللي تعاونت معه؟ فما آدم فتحي من غير حتى الشعر الشكل. الكبير الشعر الكبير آه، آدم فتحي تعامل كان آه رفيق المجموعة وقريب لها وصديقها قبل ما يخوض تجربة مع الفنان لوتسي آه بوشناق آه، فما آه الراحل بالقاسم يعقوبي وهو من آه من اروع الشعراء اللي يكتبوا القصيده العاميه نعم. الجنوبيه تحديدا ف كان صدامي كان نص واضح كان شعره وموقف واضح في لغه جميله نعم. في المتناول الان عبد جبار العش صديقي الحبيب نعم. وفي من جهه ستاق عبد جبار كتب القصيد بالعربيه وكتب ايضا نعم. بالدارجه طيب وعلاق طيب وعلاق أه. الجميل طيب وعليك ذلك الاكتشاف اللي اللي جاء بعد العوده يعني بعد 2004 لانه يعني الطيب صغير يعني مش من جيلنا طيب وعليك كان اكتشاف نحن حاولنا ناخذ رايه بالتجربه ولكن للاسف كان, كان وضعه الصحي لا يسمح أي نتمنى له الشفاء أي ومن حي من, حي من حي. عندك اغنيه شهيره بتحكي عن البسيسه التونسيه والام مثل ما قلنا بالبدايه. هذيك هذيك بكلمات بالجسم اليعقوبي. نعم، ولكن هذه الاغنيه يعني كلامها جميل، انا ما بدي تغنيها بس بدي تذكريني ببعض أوكي ببعض كلماتها اذا بتريد. هي القصه في 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 باختصار باختصار هي ام عملت طول حياتها. باش تخلي ولدها يمشي للجامعه نعم. باش تشوفه يرتقي في ذلك السلم الاجتماعي نعم. عوض لها مثل, مثل ما صار معك يعني اه لكن انا <applause> تقريبا في حال ترف بالنسبه <applause> للأم هذه كنت تقول له خذ البسيسه والتمر يا مظنوني نعم البسيسه اكله شعبيه أكل شعبي. تونسيه آه يعني أكل وهي نا. تخلط بزيت الزيتون نا. والتمر لانها كانت يعني ت... خلينا بس نزور تونس بتعملينا اياها <applause> تطبيقي يعني مش نظري على راسي وعيني على راسي تفضلي آه كملي. إيه هي وهي ال... تودعه. ايه شو بتقول له قل له خذ البسيسه والتمر يا مظنوني و2020ات توجوني لانها يعني كانت تبيع البيض نعم. وكانت تاخذ مقابل اربع مل... بيضات مل... مل... ملاليم يعني ملاليم م. م. الفين عشرينات قطع من العشرين توجوني طو... الان توجوني خذ كتبك يا ولدي زيد قرب بحذايا في القلب انت والدموع في عيوني خليك من الضياع لا تنخدع مغرور فملاكهم صناع وايامهم في قصور. منيت عرسك والعروس بجنبك. ربخ خات حزام. آه يعني هذه الكلمات, الكلمات وهذه الوصيه من ام لابنها من تشبه كل ام عربيه كل او كل ام يعني حقيقيه في هذا حق في هذا حق العالم حقيقيه وهذه الاغنيه تماهت معها الكثير من النساء انا نتذكر في وقت اللي بدينا نرددوا فيها كانت ثم امهات تجي للعروض وهي متخفيه يعني بغطائها لانه كانوا ما عندهمش يعني كانت البعض منهن عمرها ما مشات العرض الموسيقي وكانت تبكي لانه تحيلها وتذكرها لحكايتها وتجربتها الخاصه قبل ما يعني اطلب منك تختمي هذا اللقاء بصوتك ترشحتي للانتخابات المجلس التاسيسي بعد الثوره <تصفيق> <تصفيق> ليه ليش حبيت تقول يعني ليش هلا والله يسمع. والنتائج لم تكن يعني على <applause> أي. على قدر التوقعات انا نلخص موقفي وقتها تو مع سبع سنوات تفصلنا على ما. المرحله هذيك كنت متفائلة يعني. اه كنت كنت ساذجه وكنت حالمه وكنت مثاليه اعتقدت انه مجلس سيكتب دستورا جديدا لا يجب ان يخلو من الفنانين والمثقفين هكذا اعتقد هكذا اعتقد ولكن يلا <applause> اعتقد انه كانت اللعبه اكبر مني ومن ومن احلامي ومن احلام الكثيرين لكن يعني... خلنا نتخلى عن الحلم نتخلى حصل... ولكن بعيدا على على لا. دائره المؤسسات ال... الرسميه الملتبسه لا. بتمنى انك تحققي كل احلامك الجميله شكرا ومن شكراً. خلالك للشعب التونسي شكرا ولشعوبنا العربيه كلها يعني من المحيط الى الخليج شكرا جداً. آه بدي اترك لك تختمي بصوتك ولكن اسمحي لي ان اشكر فريق العمل على يعني جهودهم ومخرج البرنامج علي حيدر والمنتج غاده صالح ومشاهدينا في كل انحاء العالم نلتقيكم الاسبوع المقبل على خير ونترككم مع الصوت الجميل والاحساس الملتزم والاداء الراقي لضيفتنا العزيزه امال الحمرون تفضل قبل عيونك ليل المدينة شاتي في متبعثره خطواتهم الناس ريت حياتهم متبعثره خطواتهم متل عثمات في ليل المدينة شاتي حلم المدينة وكاسها المكسور يجرح ذاتي ليل المدينة شاتي حلم المدينة وكاسها المكسور يجرح ذاتي والناس ثمرة تعيدهم متبع ثراف تنهيدهم الناس ثمره عيدهم متبعثره تنهيدهم لا, لا ثمر يكبر فيدهم لا وعد باسمك يا